ديالي سعيد السعدي، كنسكن في جمعة مليلة إقليم بن سليمان. أنا كان عندي واحد النزاع مع الزوجة ديالي اللي سميتها، كنا أختي ما تفهمتش أنا وياها، وقعت عندنا مشاكل كأي راجل ومرته اللي في الزواج ديالنا، ما تفهمتش أنا ومراتي، وصلنا الباب الطلاق، هي باغا تطلق وأنا ما باش طلق. دزنا في الجلسة الأولى عند القاضي أسرة، عاود ردنا على أساس باش نجيبو واحد من عائلتي وواحد من عائلتها باش يكون شي صالح. عاود دزنا الجلسة الثانية، ما كاينش الصالح، هي جابت واحد بنت خالها وولدها صغير، وأنا ما جبت معايا حتى شي واحد. وقفنا عند قاضي أسرة في الجلسة الثانية، هضرات معانا، عرفتنا ما غنتصالحوا وما والو، وقالت لها ديك السيده اللي جات مع الزوجه ديالي اللي هي بنت خالها، قالت لها اعطيكم واحد المهنه تكون شي محاوله صلح صلحي بيناتهم. خرجنا من المحكمه، وقفنا قدام باب المحكمه، هضرات معايا ديك السيده، قلت لها اودي انا ما كرهتش مراتي ترجع للدار، ماشي مشكل، واخا هاد المشاكل اللي وقعات وكامله، انا باغي مراتي ترجع للدار. صافي مشات هذيك السيده، انا بقيت هادي مراتي من اللور، قلت غادي نشوف هاد الزوجة ديالي انا في كتمشي مع من كذا، بقيت حاضيها. مشات من قدام باب محكمة، وصلت لواحد البلاصة فيها الماكلة، جلسات هي وديك السيدة كلاو، انا يا مراقبهم من البعيد. لا حنا مازال دابا في المحكمة، باقي ما طلقنا ما والو، هي هذيك ملي كلاو واللي هذاك الشيء اللي كلاو، ما عرفتش شنو في هذيك الريسطو، خرجوا من هذاك المحل كيتساراو هي وهاديك البنت، وهاديك البنت مع ولدها صغير. جلست وحده واحد الجرده في بن سليمان، واحد البلاصه كيقولوا ليها الشلال، جلست تما كاين شي نص ساعه انا مراقبه من البعيد. واحد اللقطه، واحد اللحظه كيبان ليا وقفات عندهم واحد بيكوب طيوطا عندها اربعه البيبان، عندها اللور في كيهزوا داكشي ديال نقل البضائع. هضر مع داك السيد، العلم لله اشنو دار بيناتهم في داك الحوار، حيت انا بعيد منهم ما غاديش نقدر نسمع اشنو دار بيناتهم. شي حساب شي 3 دقائق 4 دقائق 5 بحال ما هكا، السيد مشى بحالو. واحد نقول لك شي 4 دقائق اخرى، مشات هي وديك السيده كيتساراو عاوتاني غاديين في جنب الشانطي على رجليهم، دخلوا لواحد الجرده. انا دخلت لديك الجرده حاضيهم من بعيد مراقبها. واحد دازت شي نص ساعة في هذيك الجردة، هي كتهضر في التليفون، خلات هذيك السيدة جالسة هي وولدها، خرجات هي الشانطي وقفات عليها نفس الطوموبيل، هزاتها داتها. أنايا درت واحد المحاولة، عندي طوموبيل ديالي، مشيت كنجري، واخا بعيدة مني الطوموبيل مشيت كنجري بلاصتها في واحد ستاسيون، ركبت فيها، تبعت هذاك السيد مول هذيك الطوموبيل، هذيك التويوتا هرب ليا، ما عرفتوش فين مشى، حيت ما كانتش حدايا الطوموبيل، انا قريبه ليا خليتها بعيده حدا واحد ستاسيون، دخلت للجرده ما عرفتوش فين مشى. رجعت عند السيده اللي معها ولدها اللي هي بنت خالها اللي دخلت معنا عند قاضي اسره، رجعت عندها قلت لها اختي، قالت لي نعم، قلت لها شتي مراتي مع من ركبات مع واحد ما عرفتوش شكون هو، وانت عارفاني بيني وبينها مشاكل في المحكمه، ودابا راه هذه راه ربما راه غادي عندها خيانه، راه مشات مع هذه السيده، هذا راه مشكله، هذا راه انتيا ما غاداش تمشي من هنا حتى تجي هي، ولا غنعيطوا للبوليس. قالت لي انا خويا ما عنديش شي دخل في هذا الشيء، انا ما عرفتهاش مع من مشات هادي من هنا، انا ما كنتش عارفه غتمشي مع شي واحد ما نجيش معاها هادي. قلت لي اختي دابا تا مريضنا ما عنده باس بعد اللفظ هذا، قلت لي اختي دابا غادا تبقاي معايا، السيده صاحبتك اللي هي مراتي داها السيد من هنايا، راه غادي يردها غيحطها هنا عندك انت. طفي هذاك التليفون، فعلا طفى التليفون، بقات معايا هي وولدها. داز تقريبا شي ساعه لارو، هذاك الشيء اللي توقعت انايا هو اللي كاين، السيد جايبها في الطوموبيل بعيد منهم انايا تقريبا شي 20 متر، واقف انا وبنت خالها والدري ولد المراه، هما يوقفوا في الطوموبيل. قلت لها شتي راه راكبه معاه، راه غادي يحط هذاك السيد. قالت لي والله اخويا ما كنصحاب هذا الشيء غيوقع، وانا ما عارفاش هذا الشيء وهذه. قلت لها دابا ما وقع والو، انت دابا راك شتي هادشي، مشيت انايا لهاديك الطوموبيل غادي يحطها هو، حلات الباب غادا تنزل، بديت جاي عندهم انا للطوموبيل، شافتني هي رجعت للطوموبيل سدات عليها الباب
وربما قال حيت انا ما راكبش معاهم باش غنعرف شنو قالت لي، ربما قالت لي راه راجلي هذاك هرب، السيد بغى يهرب الطوموبيل وقفش قدامه، انا الوقفه اللي وقفش قدامه خوع عليا بواحد نقول لك شي نص متر بحال هكاك، وضربني بالجهه ديال الشيفور اللي فيها البوله والسينيال وداك الشيء، ضربني لهاد الجهه هادي. مازال دابا في الليل يوميا كتعطيني الحريق، ما كنقدش نعس عليها، عندي العظم هنا متوشي، ودرت عليها بلاكه وشهاده طبيه، دفعتها للبوليس، ودابا عاد باغي نعاود شي بلاكه اخرى وندير شهاده طبيه اخرى. الور ملي السيد ضربني وهرب طحت انا في بلاصه اغمية علي، ما بقيتش كنعرف والو، ما بقيتش كان تاع صافي، غيبت انا ملي طحت الشانطي للقدرون غيبت، سخفت هذاك الشيء غيبت، جات تلقيت راسي في السبيطار، لقيت راسي في السبيطار، هبطوا عندي بوليس السبيطار قالوا يا غادي تجي باش تسنتوا لك المحضر، انت بخير كذا، قلت لهم انا كنحس بهنايا شي حاجه عندي ولكن نقدر نتمشى، وانا دابا كنحس بشي ضربه عندي هنا. هي ديك جيت عند البوليس لقيت واحد المراه مسكينه كانت غادا في الشارع، شافت اللي وقع، شافت بان السيد ضربني بالطوموبيل وهرب، لقيتها مسكينه مقدمه الشهاده ديالها لصالح ديالي بان السيد ضربني وهرب، والسيده اللي كانت مع مراتي بنت خالها هي وولدها حتى هي مقدمه الشهاده ديالها بانها شافت مراتي كانت راكبه مع السيد في الطوموبيل، وبغيت نوقف عليه انا نحبسو، ضربني وهرب. ودابا هاد المحضر هذا من نهار 13 في شهر 3 2019، وباقي ما دايروا معايا والو. وهاد السيد هذا كيقولوا الناس والاشاعات تما كاين، هذا اسم ديالو كريم وسابقا كان مرشح في المجلس البلدي، وكيقولوا الناس بانه عنده نفوذ وانه عنده الفلوس وعنده المال وكيدير تجزئات ولاباس عليه، وكيقول لهم انني انا القانون ما كنعترفش به، عندي الفلوس كتحل لي اي مشكل. ودابا هذا راجل دمراتي في الذمه ديالي، وملي جيت بغيت نوقف ونستفسر غير نهضر معاه ضربني بطونوبيلته وبشا. مراتي دابا خارجه من بيت الزوجيه، مراتي دابا العلم لله، واش في دارهم واش في شي بلاصه اخرى ما نقدرش نكذب عليك، مراتي خارجه من بيت الزوجيه. انا رفعت عليه دعوه وانا كنطالب بالدم ديال وجهي، وكنطالب بهذيك الشرف ديالي اللي تهانت فيه مراتي والكرامه ديالي انايا، وهذيك ضربني بالطوموبيل وهرب. هاد الشيء هو اللي ما بغاش يتفهم ليا. الا كان الدوله ديال كما كيقولوا الحق والقانون والديمقراطيه، انا بغيت غير الحق ديالي، بغيت غير الاعتبار ديالي يرجع ليا، حيت هاد السيد هذا كيقول لهم انا الفلوس عندي انا كتحل ليا، انا نقدر نشري كوميساريه، نقدر نشري المحكمه، نقدر نشري اي حاجه.